الخامسة صباحا الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، وذلك بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب. ومن المقرر أن يناقش المنتدى مختلف أوجه العلاقات العربية والصينية وسبل تعزيزها. أصدرت مصر والصين بيانا مشتركا بشأن تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وأكد البيان أن الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ أشاد بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات، والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة. كما أكد أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة لترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب. أضاف البيان أن الرئيس السيسي ونظيره الصيني أعرب عن ارتياحهما للنتائج المثمرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما أعلن عن تدشين عام الشراكة المصرية الصينية، والذي سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية. كما ثمن الرئيس السيسي ونظيره الصيني توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمسة المقبلة. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة محادثات معمقة مع نظيره الصيني بالعاصمة بكين، تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية. من جانبه أشاد الرئيس الصيني في هذا السياق بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. واتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين. شهد الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجال ابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات وعدد من مجالات التعاون الأخرى. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الصينية بكين مع تشاولو جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية في مجملها، والذي انعكس في تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشروعات وبرامج تعاون مهمة بين البلدين. من جانبه ثمن رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني دور مصر المحوري دولي وإقليميا، ولا سيما في دفع جهود إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقدمها المضطردة على صعيد تحقيق التنمية الوطنية. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان تيانانمن بالعاصمة الصينية بكين، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يجريها الرئيس السيسي للصين. أفاد مصدر رفيع المستوى بأن هناك محاولات إسرائيلية مستمرة بتصدير الأكاذيب حول الأوضاع الميدانية لقواتها في رفح، وذلك بهدف التعتيم على فشلها عسكريا وللخروج من أزمتها السياسية. كما أضاف المصدر أنه لا صحة لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة. كما أوضح المصدر أن تلك الأكاذيب تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة
الحكومة الإسرائيلية. كما أكد مصدر مصري رفيع المستوى أنه لا توجد أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود القطاع مع مصر. كما أكد المصدر أن إسرائيل توظف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملية رفح وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية. وأكد المصدر أيضا أن إطالة أمد الحرب هدف إسرائيلي للتهرب من أزماتها الداخلية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة تطرق إلى موضوع محوري وهو منظومة الدعم. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الاجتماع بحث آليات حوكمة منظومة الدعم لتقليل بعض الأعباء التي تتحملها الدولة بأقل وطأة على الفئات محدودة الدخل. كما أكد مدبولي أن حوكمة منظومة الدعم تضمن الوصول للمستحقين، مشددا على أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن. وفي السياق نفسه أشار مدبولي إلى أنه لم يتم تحريك دعم الخبز منذ 30 عاما، فيما أعلن أن رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من بداية الشهر المقبل. مشاهدينا انتهى الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، أنا محمد أنصاري ودمتم في أمان الله.